وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. محمد عبد الله في وقفة ثالثة. شكرا هبة، شكرا أميرة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخرها على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 33 22، الإسكندرية 26 18، مطروح 24 17، بورسعيد 28 18، الإسماعيلية 34 20، وإلى السويس 33 21، العريش 29 19، طابة 33 20، وشرم الشيخ 36 24، الغردقة 36 23، وإلى الأقصر 40 و24، أسوان 42 و25، الوادي الجديد 40 و24، شلاتين 34 و23، وحلايب 31 و24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.